يواصل صناع فيلم سوق الجمعة تصوير مشاهد الفيلم اللي بيقوم ببطولته الفنانة دلال عبد العزيز والفنانة عمرو عبد الجليل وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم. كاميرا الجولة الفنية حضرت كواليس تصوير الفيلم، وفي البداية قابلنا منتج الفيلم أحمد عبد الباسط وكلمنا عن الفيلم. فيلم سوق الجمعة فيلم اجتماعي دراما أكشن سسبنس، ينتمي لنوعية أفلام اليوم الواحد، بيدور في خلال يوم واحد أو جمعة يعني، وفي حاجات كتير يعني هتخش تشوفي في نوعيات كتير من المواضيع الاجتماعيه اللي هتشوفها اللي بتخص الشارع المصري او الفئه الشعبي تحديدا. وبتشارك الفنانه الكبيره دلال عبد العزيز في بطوله فيلم سوق الجمعه، قابلناها وعرفنا منها تفاصيل عن الفيلم وعن الشخصيه اللي بتقدمها. هو الفيلم سوق الجمعه، انا اسباب موافقتي للفيلم لانه الفكره كأنه بيشتغل يعني يومين، جمعة الأولى والجمعة الثانية، يعني دي أحداث الفيلم في خلال أسبوعين اتنين بس مركزين على يوم الجمعة اللي هو سوق الجمعة ده. أنا شفته بصراحة مكان رهيب وجميل، زحمة جدا جنب، كنا بنشوفه في المقابر بتاعت يوم الجنازة بتاعت ماما كريمة مختار الله يرحمها، ما عرفناش نوصل للمقابر من كتر الزحمة والناس بقى بأشكال متنوعة والبيع الأستاذ سامح عبد العزيز أنا من معجباته كمخرج، لأنه عمل قبل كده كباري والفرح مع دنيا بنتي كانت معاه، فأنا أم غلبانة قوي، أرملة اتجوزت صغيرة قوي وخلفت وجوزها مات والولدينها مغلبينها، ولد كويس وولد يعني ولد كويس وولد بلطجي يعني اللي هو عمرو عبد الجليل. الفنان عمرو عبد الجليل بيقوم ببطولة فيلم سوق الجمعة وبيقدم دور مميز جدا، وطبعا في لقائنا معاه كلمنا عنه وعن الفيلم. دوري في الفيلم اسمي خرطوش، وحكايتي مش هقولها لك عشان الناس تفرج على الفيلم يعني، وبالنسبه لي العمل شخصيه جديده بالنسبه لي، الكاست معظمه جديد اول مره اشتغل معاه او انا جديد عليهم برضو، المخرج بقى ثالث مره اشتغل معاه اللي هو سامح عبد العزيز، الانتاج اول مره اشتغل معاهم اللي هو احمد عباسط ومحمد نصار، انا سعيد بالعمل والحمد لله. كمان قابلنا الفنان الكوميدي احمد فتحي، تعالوا نشوف هيقول لنا ايه عن الفيلم وعن اخباره الجديده. سوق الجمعة هو باين من اسمه بتدور احداث الفيلم كله في سوق الجمعة المشهور اللي هو في اللي مش شافعي بتاعي كل المصريين عارفاه، في علاقات انسانيه متشابكه كتير، في الوحش وفي الحلو زي اي مجتمع انساني يعني، وبيخلص بنهايه ما فانا مش هقدر اقولها يعني، بس بيبان قوي في العلاقات الانسان اللي قلت عليها. بعمل لسه برضو في التنفيذ فيلم اسمه اطلعوا لي بره، عمرو مع كريم محمود عبد العزيز وخالد الصاوي وانا، وطبعا الفيلم ده وان شاء الله في حاجات جايه بس ما في كل حاجه في وقتها نعلن عنها. ومن بين ابطال الفيلم كمان الفنان الشاب محمد عز والفنان محمود حجازي، قابلناهم وكلمناهم عن ادوارهم في الفيلم. النهارده بعمل ان شاء الله فيلم سوق الجمعه مع مخرج كبير ومهم وذو قيمه طبعا استاذ سامح عبد العزيز، وانتاج فيلم في ايجيبت استاذ احمد وايمن عبد الباسط، ان شاء الله باذن الله يعني يكون عمل يرضي الناس، وانا متوقع ان شاء الله ان الناس هتحبه لان هو قريب قوي من الناس الفيلم يعني. انا بعمل دور محمود ده اخو النجم طبعا عمرو عبد الجليل في الفيلم، هو بس شخص مختلف شويه، عاش وتربى في السوق وكل حاجه بس هو له ثقافه معينه وملتزم اكتر، فالفكر ده في وجوده في السوق بينشأ بقى الأحداث المختلفة يعني. هنشوف بقى يعني هنشوف إيه اللي هيحصل. فيلم سوق الجمعة أنا بعمل شخصية فيه اسمه محمد السائع، الولد ده بيبيع تلج وبينقل تلج من مكان لمكان، وشخصية جديدة جدا عليا استفزتني كممثل بشكل رهيب إن أنا ألعب في حاجة زي كده، أنا واخده جيم يعني، لازم كل شوية أقعد أغير أقعد أعمل حاجة جديدة عليا فيها متعة كبيرة، وكمان لما تبقى مع أستاذ سامح عبد العزيز يعني.